يسعد اوقاتكم، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير يا رب. بدي اعمل لكم حلى لذيذ كتير وسهل، ومكوناته مش صعبة. بدنا نبدأ فيه. اول اشي في عندي قطعة زبدة، يعني قد تقريبا معلقتين كبار، مع كيس الشعيرية الباكستانية، هاي ناعمة كتير. اوكي، هدول مشان احمص للشعيرية الزبدة. علبة فلادلفيا، رشة فانيلا، كاسة كريمة، تلت كاسة حليب مكثف محلى سويت اند ميلك. هون عندي حليب، يا بتجيبوا الفريش يا اما الباودر، انا هذا الباودر دورته. دايجستيف بنشوف قديش بدنا للطبقات، وعلبة كريم كراميل. اوكي، يعني هاي المكونات كلها رح نخلطها مع بعض. هاي الدايجستيف بتكون بين الطبقات، وهاي للوجه بدنا نحمصها مع بعض. يلا خلينا نبدأ الطريقة مع بعض. اوكي، وهيك انا صفيت بسكوت الدايجستيف، صفيته بالبايركس، يعني حاولت اكسر واعبي على قد ما اقدر من الفراغات. اوكي، هلا نفتح الكريم كراميل، ما بدنا السكر تاعه بس الباودر، ماشي. والفلادلفيا انا هلا بس طلعتها من الثلاجة، عشان هيك رح استعمل المشين للخفق، ماشي. انتو بتقدروا يعني مانيوال في الويسك تعملوها، بس انا مش حقدر لانه شوي باردة لسه. اوكي، بنزلها كلها، باخذها كلها. هلا اذا ما عندكم فلادلفيا ما توقفوا لهون، شوفوها قديش يعني جرام. هي هاي كتير فليكسبل الوصفة، 180 جرام. شوفوا قديش حبة جبنة، يمكن 6 حبات ل 8 حبات، عرفتوا؟ فشوفوا انتو قديش، وبتقدروا تحطوا كيري اذا ما عندكم هاي. فحتى يعني زدتوا شوية كريمة، نقصتوا شوية حليب، يعني بصير بتقدروا تحطوا قشطة كمان زيادة. فكتير فليكسبل هاي الوصفة، ما تتأيدوا بشي معين. اوكي، هلا بنحط الكريمة كلها. هدول الربر سباتولاز عن جد فظيعين، ما بخلوا ولا شيء، انا ما بقدر استغني عنهم، كتير فظيعين. هاي هذا السويتند ميلك، شو بتقدروا تساووا حتى اذا ما عندكم ربر سباتولا؟ بتوقع هلا يعني صار كل بيت موجود فيه. تقدروا تحطوا بالكاس شوية زيت تدهنوها، عرفتوا؟ وبعدين تحطوا فيها السويتند ميلك، ما بيلزق هيك. اوكي، هي هيك خلصت كل المقادير، كتير سهلة وصفتنا. وهلا بدي اخذ هيك شوية بس، يعني تنكيه للطعم. حتى كمان شوي، يعني تقريبا 3 معلقة صغيرة حطيت منها. هلا راح اخفقها بهذا الخفاق، ماشي. رح اخفقها وارجع لكم، ما بدي ازعجكم حبايبي. وهيك انا خلصت الخفق. صراحه يعني يفضل تخفقوا بالخفاق لانه مشان ننتقلها شوي. اوكي، كتير لذيذه، يا ريت في ادوقكم اياها قديش طيبه، مش حلوه ابدا. هلا نحن مش محتاجين انه نبل البسكوت بالحليب لانه مرقة هاي ورح يمتص من هاي، شايفين كثافتها كيف؟ عن جد بتجنن، سريعة وسهلة اذا المقادير موفرة بالبيت. يعني مثلا عندكم علبة قشطة، باقي علبة قشطة مفتوحة جيمر، بتقدروا تضيفوها. يعني انا اوقات بكون عندي قشطة او جيمر، يعني بضيفها،
فعم بقولكوا هاي الوصفة فليكسبل، هو الكريم كراميل لذيذ كتير. هلأ مثلا إذا ما عندكم كريمة بتقدر تحطوا كيسين دريم ويب، عرفتوا؟ حطوا لكم كيسين مع الكاستين الحليب، كيسين ثلاثة مثلا، يعني المهم انه تقدروا تقلوها في الايد، على الاغلب رح تتعبكم. يعني انا بفضل ماشين اذا ما عندكم هاي بالخلاط العادي، يعني الخلاط الكاس بتقدروا. اوكي هيك بنغلف الطبقة كلها ماشي بالبسكوت. هلا بدكم تغيروا عن الدايجستيف، ما في عندكم كمان ما في مشكلة، المهم يعني المبدأ تشوفوا كيف. اوكي هلا بنحط طبقة ثانية من البسكوت ماشي هيك، رح يمتصوا كله السوائل عدتوا، يعني هي مش مرقة هيك كريمية، شايفين كيف بين المرقة والتقيلة، هي thick، فرح يكون في مجال انه يمتص الدايجستيف منها، بتتماسك الطبقات هيك. اوكي وهيك هلا بدكم تعبوا فراغات، ما بدكم ما في مشكلة، يعني هيك بنكسر على قد ما نقدر. اوكي يعني بنعبي شوي بين الفراغات. طبعا انا طولت عليكم بس بحب تشوفوا شو عم بعمل مشان يكون كل شيء واضح قدامكم. اوكي هيعتهم هيك بكفي، وبنحط الطبقة الثانية. بتشوفوا قديش يعني بتكفي طبقتين ثلاثة حسب الجاب تبعكم طبعا. اوكي انا بدي اعملها ثلاثة حابة، فسهولة انكم توزعوا هيك. اوكي خليني اكمل الطبقات ونرجع مشان نحمص لشعيرك ماشي حبايبي. هيك انا خلصت كل الطبقات ماشي، وطلع عندي ثلاث طبقات وخميلة طبقة الصوص اللي بيناتهم، يعني وفيرة بياخد راحته البسكوت ليمتص كل شيء. خلصت العلبة كامل، ضلت هاي بمزمز عليها مع فنجان القهوة. خلصتها بالفعل، عبيت المحلات كلها. هاي البسكوت 500 جرام، هي 400 فيها 100 جرام زيادة، يعني 500 جرام هاي العلبة لجات مثل هيك، هاي هالقد. اوكي هلا بدي اخذ الزبدة ادوبها وراح اكسر الشعيرية اوكي كلها بالباكيت، كتير اسهل يعني سريع الازعاج. راح اكسرها كلها واحمصها وارجع لكم. اوكي حبايب قلبي مشان نحطها على الوجه، بصير ايش بتاكلوا شي كرانشي مع هيك طري مع ناعم، كتير كتير لذيذة. خليني احمصها وارجع لكم، كلكم بتعرفوا تحمصوا هيك دقيقتين بس. هيك خلصت الشعيرية، حمصتها كتير منيح، هياتها استكترت الزبدة شوي بس قلت ما في مشكلة. هلا بدي اياها شوي تبرد، خليها رجعت هيك نبني ضميري، حسيت الزبدة كتيرة قلت احطها بالمصفاية ما نزل منها ولا اشي، معناته مش كتيرة. لساتها هي سخنة بس راح احاول اوزعها على الوجه سخنة شوي. اوكي هيك خلص السويت بتاعنا اللذيذ اللي بياخد العقل. يعني مش عارفة كيف بدي اوصف لكم او اقول لكم كيف الطعمة. انا دقت الصوص على شقة وبعرف طعم الدايجستيف، فيعني انا عملتها قبل، انا عارفة طعمها كتير طيبة ومو حلوة ابدا. بتحبوا تزيدوا حلاوة بتقدروا تزيدوا السويت اند ميلك، حليب المكثف المحلى. هلا انا عندي زهر الليمون،
حبيت هيك اكسر اللون بشيء احمر. اذا عندكم الكرز المجفف هذا المطربانات البيجي الفواكه المجففه بتقدروا تزينوا، بتقدروا تحطوا بستاشيو اللي هو الفستق الحلبي، بتقدروا مثلا الطبقه الاخيره من الكريمه بتقدروا تخلطوها مع كافيلاتي، مع يعني موكا، اي نوع قهوه بتقدروا الطبقه الاخيره تخلطوها، بتقدروا كمان مع قرفه تخلطوها، يعني رشات خفيفه. كل ما كان خفيف النكهه اللي بتدخلوها كل ما طلع الطعم اطيب، بيكون مش مميزين الطعم بس بيعطي طعم لذيذ كتير. فانا رح اترك الخيار لكم شو بتحبوا تضيفوا شو بتحبوا تنقصوا. الوصفه كتير فليكسبل، كتير مرنه، فاعملوا وبس تعملوا شيء طيب خبروني. اوكي ابعتوا لي مسج شو زدتوا شو نقصتوا نتعلم من بعض. اوكي حبايب قلبي يلا ريتوا الف صحه وهنا على قلوبكم، وان شاء الله بتعملوا دائما وانتم باحسن صحه. بحبكم كتير. نسيت اقول لكم بدها اقل شيء 4 ساعات بالثلاجه، او مثلا تعملوها من الليل لتاني نهار او من الصبح بالليل. نحنا يمكن ناكلها بالليل ما بعرف حسب، يا بالليل يا بكره ما في عندي مناسبه ما في عندي شيء، عملتها مشان خاطر عيونكم. اوكي حبايبي اتليست خلوها 4 ساعات بالثلاجه. هلا بخليها بس شوي تبرد الشعيريه، ما بردت تماما، تبرد شوي مشان اقدر اغطيها بالكلينج فيلم مشان ما يعطي بخار للنايلون راح اغطيها فيه ويخرب عليها. تمام ماشي حبايبي صحتين. يعني مش قادرين نوقف اكل، عن جد بتجنن. لازم تجربوها، حرام ما تجربوها. يلا صحة وهنا.